هيفوق كل التوقعات، لأنه حدث من الصعوبة أنه هو يتكرر في أي مكان تاني غير في أم الدنيا مصر. النهاردة مصر هذا الموكب الذهبي الملكي اللي العالم كله بينتظره. النهاردة معانا أكثر من 400 صحفي ومراسل وكمان قناة تلفزيونية من كل أنحاء العالم، كلهم متواجدين هنا في هذه اللحظة علشان كلهم يغطوا هذا الحدث التاريخي الفريد اللي مش ممكن النهاردة بتسحر العالم. الموكب هيبتدي من المتحف المصري من التحرير، هيمر في شارع العلم، هيستقبله الكباش في ميدان التحرير وهنشوفه في أبهى صوره بعد ما تم تجديده، ومن على كورنيش النيل يصل الموكب الرحلة الأخيرة قبل محطة الوصول النهائية في المتحف القومي للحضارة المصرية، وهو المكان اللي هتستقر فيه المومياوات الملكية، وده استعداداً لاستقبال الزوار من كل أنحاء العالم ليشهدوا العالم. يصل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لبدء مراسم الافتتاح، افتتاح المتحف، و تبدأ بعد قليل الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الموكب، موكب المومياوات الملكية. هيكون في استقبال سيادة الرئيس السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السيد أودري أوزولاي مدير عام منظمة اليونسكو، والسيد زوراب بوليليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية.